أنتم كتيار حكمة وعلى رأسه، أهلا بك، وعلى رأسه السيد عمار الحكيم من ضمن قادة في الإطار التنسيقي يرفضون المشاركة في الحكومة المقبلة التي ينوي تشكيلها الإطار التنسيقي في حال لم يشترك فيها السيد مقتدى الصدر، يعني في أي إطار يمكن أن نضع هذا الرفض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي هذه القناة ولضيفك الكريم. يعني واقعا الكل كان يعني يعمل على التقارب بين التيار الصدر والإطار التنسيقي، وكل المبادرات وكل الحوارات التي كانت تجري واللقاءات بين الكتل السياسية كانت تهدف إلى إيجاد حل يرضي كل الأطراف ومنها التيار الصدري والإطار التنسيقي. لكن للأسف الشديد يعني هذا الخيار وهذا القرار للسيد الصدر بالاستقالة، بتقديم استقالة الكتلة النيابية للتيار الصدري، يعني أزمت وعقدت الوضع السياسي بشكل أكبر. يعني واقعا دائما كنا نطرح نحن في تيار الحكمة منذ انطلاق أو ظهور نتائج الانتخابات وظهور هذه المشاكل على المشهد السياسي، كان يعمل تيار الحكمة على إيجاد حل، وكان دائما ما يصرح سواء على لسان سماحة السيد الحكيم وعلى قيادات هذا التيار، كنا دائما نقول إن أي حكومة بغياب أحد أطراف المكون الشيعي لن تكون هذه الحكومة حكومة منسجمة ومستقرة، وكنا دائما نعيب ونتكلم ونحذر التيار الصدري بأن يكون أو على الأقل تقدير يعمل على يكون الإطار التنسيقي جزء من هذه الحكومة المزمع تشكيلها. واليوم بغياب التيار الصدري وهذا المشهد الجديد وبهذه الاستقالات نحن نجدد الدعوة سواء إلى الإطار التنسيقي أو إلى التيار الصدري وحتى كل الكتل السياسية أن يعملوا سوية على أن يكون التيار الصدري جزء من هذه الحكومة المقبلة، على اعتبار أن أي حكومة ستكون في المستقبل القريب بغياب التيار الصدري لن تكون هذه الحكومة مستقرة ومنسجمة أو على الأقل تقدر لا تستطيع. ممكن سيد عباس إن سمحت لي أتوقف عند هذه النقطة، يعني قلت بأنه في حال غياب أحد أطراف البيت الشيعي لن تكون الحكومة المقبلة منسجمة، ولكن هل تكون ممكنة؟ يعني هل يمكن تشكيل الحكومة دون التيار الصدري؟ كيف تستثنى، يسأل سائل، يعني كتلة بحجم الكتلة الصدرية وثقلها الشعبي والميداني من الحكومة المقبلة أو من العملية السياسية؟ يعني سيدتي الفاضلة، أولا نحن نعمل على أن يكون التيار الصدري جزء من هذه الحكومة، بالنتيجة هو القرار للتيار الصدري، هم من قرر الابتعاد وتقديم هذه الاستقالات، والشعب العراقي والمشاكل الحاضرة والانسداد السياسي والمشاكل الاقتصادية والأمنية وما يمر به البلد من مشاكل على المستوى الإقليمي والدولي وما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، بالنتيجة لا يمكن أن تتوقف العملية السياسية والعملية الديمقراطية، يجب أن تمضي. يعني بالنتيجة إذا التيار الصدري كان مصر على عدم المشاركة بهذه الحكومة، لابد أن الحكومة تتشكل سواء بالإطار أو بغيره، لأن الشعب العراقي ينتظر حكومة تقدم أو تلبي طموحاته. يعني بالنتيجة لابد أن تكون هناك حكومة سواء بوجود التيار أو بغيره. على كل حال نأمل ونتمنى أن يكون التيار الصدري جزء من الحكومة التي ممكن أن تشكل في المستقبل القريب.